كان بعمر الثانية حين قتل أعمامه والده عبد القادر المدرس الذي كان في 26 من العمر واستولوا على ميراثه. فرافق والدته الفقيرة خلال عملها في الأراضي الزراعية وهي تبحث عن لقمة العيش في مزارع الإقطاعيين، لكن بعد عقود قليلة تحول ذلك الطفل الصغير إلى فاتح المدرس، أشهر فناني سوريا والعالم العربي. في قرية حريتان بريف حلب ولد فاتح المدرس عام 1922 من أب ينتمي لعائلة إقطاعية عربية عريقة وأم كردية. لم يكتب للعائلة أن تعيش بسلام، فأسرة أبيه لم ترضى عن هذا الزواج، وجاء مقتل الأب ليكمل دائرة التشرد التي فرضت على الطفل الذي نشأ يتيما بين أخواله وعاش حياة قاسية متنقلا بين قرى شمال سوريا لمدة 6 أعوام. بعمر الثامنة عاد الطفل الصغير ليعيش في مدينة حلب في كنف أعمامه في بيت بسيط بحي باب النصر. وحين دخل المدرسة الابتدائية اكتشف أستاذ الرسم شريف بيرقدار موهبة الرسم لديه، وفي مدرسة التجهيز الأولى ثانوية المأمون تعرف إلى أستاذه الأول وهب الحريري. في مطلع الأربعينيات من القرن العشرين غادر المدرس حلب إلى لبنان ليتابع دراسته في الكلية الأمريكية، حيث درس اللغة الإنجليزية وأخذ يتعرف على عدد من المثقفين اللبنانيين أمثال مارون عبود الذي ساهم في توسعة مداركه الثقافية. حين عاد إلى حلب عمل مدرسا للغة الإنجليزية والتربية الفنية في ثانويات حلب، وبدأت مشاركته الفنية في الرسم تظهر إلى جانب عدد من الفنانين الرواد، كما ظهرت مساهماته الأدبية في الشعر والقصة التي كان ينشرها في الصحف والمجلات السورية. بعمر 37 ابتعث إلى روما عام 57 حيث نال إجازة في فن الرسم من أكاديمية الفنون الجميلة العليا عام 60، ثم إلى فرنسا عام 71 للدراسة في المعهد الوطني العالي للفنون الجميلة في باريس، وعين أستاذا للدراسات العليا في كلية الفنون الجميلة في دمشق عام 77، وكان عضوا مؤسسا في نقابة الفنون الجميلة في سوريا ثم رئيسا لها خلال 11 عاما. تأثر المدرس في لوحاته المبكرة بالسريالية، ولكنه لم يتوقف عندها، سرعان ما ظهر تأثره بالتعبيرية. ومن لوحاته الشهيرة لوحة عنوانها كفر جنة، وهو اسم قرية بريف شمال حلب، وقد حاز بها الجائزة الأولى عام 52 في مسابقة وزارة المعارف وحقق بها شهرة واسعة. الإنسان في لوحات المدرس مقهور كئيب وحزين وحبيس، تظهر الطبيعة في لوحاته من منظور مائل والإنسان ملتصق بها في وضع مأساوي قلق، والطبيعة عنده امتداد للريف الذي عاش فيه طفلا. لفاتح المدرس مجموعة قصصية بعنوان عود النعنع، تم تحويل 3 قصص قصيرة منها إلى 3 أفلام قصيرة جمعت ضمن ثلاثية باسم العار أنتجتها المؤسسة العامة للسينما عام 74. كما كتب مجموعتين شعريتين لقيتا اهتماما، لكن لوحاته ظلت تحتكر الشهرة الأوسع والأكبر. منذ وفاته عام 99 ارتفعت أسعار أعماله، وفي نيسان 2013 بيعت إحدى لوحاته بنحو 316,000 دولار، فيما بيعت لوحة زفاف في جبال القلمون بمبلغ 289,000 دولار، وتعد هذه الأرقام الأكبر بين أبناء جيله على الإطلاق، وهي أيضا ما كان سببا لانتشار اللوحات المزورة. يكاد المدرس أن يكون الفنان السوري الوحيد الذي زورت أعماله بكثرة في سوريا ولبنان بعد وفاته من مبتدئ أو حتى فنانين. نال المدرس العديد من الجوائز من إيطاليا وسوريا والأردن والكويت، وحصل على وسام الاستحقاق السوري عام 2005 فيما اقتنيت أعماله حول العالم. من أبرز من اقتنى لوحات له الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك والرئيس الألماني السابق فالتر شيل وعائلة الحريري السورية وعدد من المتاحف داخل البلاد وخارجها. أما أجمل شهادة قيلت في فن فاتح المدرس فكانت للفيلسوف الفرنسي الأشهر جان بول سارتر
الذي قال للمدرس عندما التقاه في مرسمه في روما: أعمالك تتراوح بين التجريد الرصين ووجود الطبيعة كما نراها في الحلم، حتى إنسانك يتمتع بالقوة والغربة والصمت.